صباح الخير طلابي الأعزاء، موضوع الدرس اليوم أيها التلاميذ الأحباء هو إملاء الميم. لنركز معا على الحرف ميم في جميع أشكاله مع المصوتات القصيرة والطويلة. نبدأ: ميم متصلة في أول الكلمة، معرض، موزة، ملونة. ميم متصلة في وسط الكلمة، الأسماك، المهملات، جميل. ميم متصلة في آخر الكلمة، لحم، نغم، رقم. ميم منفصلة في آخر الكلمة، أقلام، رسوم، حمام. والآن أعزائي، أطلب منكم إنجاز هذه الإملاء. رافق جميل أمه إلى معرض أسماك ملونة. وضع سامي مسطرة وأقلاما ملونة في المقلمة. أكل سامي موزة كبيرة. عملا موفقا، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.